طيب ايه علاقه سوره الفاتحه بسيبني التعبان؟ يعني ايه سيبني التعبان يا مولانا؟ يعني لما سيدنا ابي سعيد الخدري نزل بواد فلدغ سيد الوادي ثعبان، فقام بعض الذين مع هذا الرجل بسؤال الصحابه: هل منكم من راق؟ حد عندكم بيرقي؟ فكانوا حديث عهد بالرقيه، ما كانش لسه يعرفوا حاجه الا حاجات بسيطه عن الرقيه، فرقاه بفاتحه الكتاب فبرأ. طب ايه علاقه الفاتحه بالسم؟ ها؟ القران السم عايز مصر، لكن ولاد تصديق. هل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقرا ابو سعيد الخدري الفاتحه على الرجل في السم، هل النبي قرا الفاتحه على رجل لدى راسه ثعبان فبرأ؟ ما حصلش. ما حصلش. هل النبي في حديث بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاله واحد لدغه ثعبان فقرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ؟ ما حصلش. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الفعل لابي سعيد الخدري وقال: يا ابي يا ابا سعيد، ما الذي ادراك انها رقيه؟ مين اللي عرفك؟ ها؟ مين اللي عرفك انها رقيه؟ انها شافيه كافيه واقيه. يبقى عندنا حاجه تعلم اخي الحبيب قبل ان تتكلم، تعلم. تعلم. ما خرجنا الى المنابر ولا الى الفضائيات قبل ان نقرا ونتعلم، فهناك سنه احاديه، وهناك سنه فعليه، وهناك سنه قوليه، وهناك سنه تقريريه. فاما السنه الفعليه والقوليه الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قاله، مثل اذكار الصباح والمساء واذكار النوم واذكار الطعام واذكار الدخول والخروج، هذه سنه قوليه. والسنه الفعليه ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابه والسلام، والسنه التقريريه ما فعله الصحابه واقره النبي ولم يفعله.